في يا بنت؟ حنان شو بكي؟ أنا رايحة أجيب للحكيم. ضروري الحكيم يعني؟ طبعا ضروري. أعطيها المزهر، أنا رايحة أجيب للحكيم. تفضلي يا سيدي. شربي شوي. اشربي حنان اشربي بلكي بترتاحي. اشربي شوي. شو حاسة؟ ليه ما عم فيك تنفسي؟ رد علي حنان. شو بكي؟ قوليلي. نسرين؟ نسرين شو فيه اللي راكدة؟ خليك عند الماما، رايحة أجيب لها الحكيم. هيدي هي الحياة اللي بحب عيشها معك، حرية وسعادة وفرح وحب. أول مرة بتشوفي بيروت؟ عشت ببيروت مرة واحدة مع عائلة نجيب، ومن وقتها صرت أحلم عيش فيها على طول. والحلم صار حقيقة؟ صار حقيقة لأني صرت مرتك. كنت عارفة إنك رح تكون الزوج المثالي بالنسبة إلي، وأنا كنت عارف إنك رح تنوري حياتي وتعبي الفراغ اللي كنت عايشه بدونك. وين حابت صار اليوم؟ مبسوطة وين ما كان، مهم تكون مع جوزك. من يوم اللي كنت شاب ما حدا شايف دمعة بعينك، كلهم بيعرفوك قاسة وأعصابك متينة وقلبك مثل حجر الصوان. دمعة للي بيستاهلها كيم. ما توقعت شوفك حزين هالقد. العين تبكي على عشرة العمر. كل أيامها كانت تعتني فيي وتسهر على مرضي وتأمن لي راحتي. تأخرت تعرفت قيمتها؟ أبدا، كنت أعرف، بس العيلة بدها راس واحد. العيلة برأسين ما بتمشي. رب العيلة لازم بيكون حنون أكتر مع أهله. أنا ما بحب الدلع. يلي تعودوا على الدلع ما قدروا يعيشوا ايام سفر برلك. قصدك لازم تكون كريم اكثر مع عائلتك. الكرم اليوم يعني الجوع بكره. انت بتفهم حكيم وبتعرف شو عم بيصير ببلاد برا. خايف من الحرب؟ لا، انا بالحرب سلاحي هو المال. اذا من شو خايف؟ خايف على حنان. أنا بعرف شو يعني ذبح قلبي. خايف تتركني وتروح. ابقى عايش بدونها لوحدي. الأعمار بيد الله. أنا اليوم عملت اللي علي. مرة تانية إذا صار لها شيء دغري على المستشفى. أكيد أكيد. على كل حال أنا حزورها يوميا. إن شاء الله على سلامة. شكرا.
الساعه صارت 12، انا نعست كثير وبدي نام. خلي مازن يوصلك كل ليله، انا بقي هون. الماما نايمه ومرتاحه، بكره بترجع بتطمن عليها. أنا كتير نعسانة وكتير تعبانة، ما رح فيني نم إذا ما كنت حدي. خمسة وأربعين سنة بتخت واحد أنا وياه، أول مرة بنام لوحدي. هاليومين نام بقدي ربيع، بكرة لما صحتها بتتحسن وبتصير منيحة بترجع بتنام حتى. رجع لعندها؟ طمن باقي عندها كل الليل. بكره رايح على الشغل لوحدي، انت خليكي بالبيت معها. لازم ابقى معها. قول ليوسف يخدم بالياخور، هيدا شاطر وبيعرف. ماشي، تصبح على خير.